يتم هنا باستخدام هذه الآلة ثني القطع الحديدية، منها بشكل دائري ومنها بشكل مربع ومنها بشكل مثلث. وبعض القطع الحديدية يتم ثني أطراف بعضها بشكل منحن عن طريق تثبيت القطعة الحديدية من المكان المستقيم في الآلة. ثم بعد أن تم ثني القطع الحديدية، قام الرجل بجلب قطعة حديدية مدورة، وبعد أن تم إدخال بعض القطع الحديدية المستطيلة بداخل بعضها البعض، ثم يتم إلصاق أطراف هذه القطع مع بعضها البعض باستخدام النار لتصبح على شكل صندوق صغير، ثم يتم إلصاق أطرافها كاملة. وبعدها يتم قص هذه القطع الحديدية من المنتصف إلى قسمين من المناطق التي تم إلصاق أطرافها، ثم يتم أخذ القطع التي تم قصها والتي على شكل متوازي مستطيلات والذي هو مفرغ من الداخل، ثم يتم قياس القطع من داخل القطعة الدائرية التي قام بجلبها مسبقا. وبعد التأكد من قياسها، يقوم بقص بعض أطرافها باستخدام المنشار الكهربائي ليتم التأكد من دخول هذه القطعة بداخل القطعة الدائرية. ثم بعد أن قام بنحت القطعة وقص أطرافها، قام بإدخال القطعة الحديدية المربعة بداخل منتصف القطعة الدائرية، وبعد ذلك قام بلحام هذه القطعتين مع بعضهم البعض من الأعلى والأسفل. هذا هو شكلها النهائي. وبعدها قام بقلب القطعة وبدأ بلحامها من الأسفل بشكل كامل مع جميع الأجزاء. وبعد لحامها بدت وكأنها قطعة حديدية واحدة متحركة الرأس من الأعلى، فرأسها هنا يدور. بعد أن انتهى من القطعة الأولى، قام بجلب قطعة حديدية مربعة أخرى وقام بقص أطرافها غير معدلة وقص بعض الأطراف الزائدة في القطعة الحديدية. وبعد أن انتهى من قص الأطراف، قام بتحديد شكل رقم 6 فوق القطعة الحديدية، وبعدها قام بالقص حسب الشكل المرسوم فوق القطعة الحديدية. ثم بعد ذلك قام بوضع قطعة حديدية صغيرة وقام بلحمها وإلصاقها مع القطعة التي تم قصها، وقام أيضا بوضع قطعة صغيرة أخرى أسفل القطعة ولحمها بها. ثم قام بجلب قطعة من نفس الشكل السفلي الذي على شكل رقم 6 وقام بلحمها وإلصاقها مع القطعة التي تم لحمها مع بعضها البعض. ثم تم وضع هذا الشكل الذي تكون لدينا في الشكل المستطيل الذي تم إلصاقه في البداية، ثم أخذ هذا الشكل ووضعه داخل القطعة الدائرية. بعد أن تم عمل الشكل السابق، تم جلب قطعة اسطوانية عريضة نوعا ما، وتم أخذ قياسات هذه الاسطوانة وأخذ قياساتها على القطعة التي تم صنعها مسبقا، وتم تحديد المقدار الذي سوف يتم قصه من هذه الاسطوانة، وتم رسم الجزء بالقلم حتى يتم قصه. وبدأ بعد ذلك قص هذا الجزء بالمنشال الكهربائي، ويتم قص جزء جزء من هذه القطعة حتى لا يتم تشويه هذا الجزء الذي تم قصه من الاسطوانة. وبعد ذلك تم قص جزء من القطعة التي تم قصها من الاسطوانة وعمل فتحة بداخلها. ثم بعد ذلك أخذها وقام بوضعها فوق القطعة التي صنعها مسبقا فوق القطعة الدائرية، وتم ضغط هذه القطعة باستخدام آلة ضاغطة. ثم باستخدام آلة اللحام تم لحم القطع مع بعضها البعض. ثم قام بعد ذلك بجلب قطعة اسطوانية صغيرة ووضعها داخل الفتحة التي تم قصها ولحامها فيها. ثم بعد ذلك قام بجلب قطعتين حديديتين طويلتين
وقام بتركيبهم بجانب القطع الحديدية المدورة، وبعدها قام بوضع قطعة اسطوانية صغيرة بين القطع الحديدية مثل القطعة الاسطوانية الأولى، وألحقها بقطعة اسطوانية أخرى بين القطع أيضا، وقام بلحامهم مع قطع ودهانها باللون الأسود، ثم تم وضع القطع بالآلة الضاغطة وضغط القطعة كاملة فيها، ثم تم بعدها تحريك القطعة، وقام بوضع بعض القطع المستقيمة والمثنية من أعلى داخل القطعة الدائرية من الأعلى، ثم قام بجلب برغي كبير جدا وله 3 صواميل، قام بفك واحدة من هذه الصواميل ووضع البرغي داخل الاسطوانة الأولى، وقام بوضع الصامولة أسفله وتثبيته بها، وقام بضغطه باستخدام مفتاح البراغي، وهكذا تم صنع آلة ثني الحديد، وتم وضع قطعة حديدية داخل الآلة، وتم ثني القطعة الحديدية بداخلها، وتم ثني أكثر من قطعة حديدية بداخل هذه الآلة التي تم صنعها يدويا، وواحدة تم ثنيها من الطرف، والأخرى تم ثنيها على شكل مربع، وواحدة تم ثنيها على شكل مربع ناقص الضلع. هذه قطعة حديدية أخرى يتم تحضيرها لثنيها، ها قد وضعها داخل الآلة التي تم صنعها للثني، وتم ثني طرف هذه القطع أولا، وهو الرجل يريكم شكلها بعد الثني وكيفية ثنيها أيضا. بعد الانتهاء قام بفك البرغي الذي تم وضعه في البداية، وقام بنقله إلى الاسطوانة الثانية وتثبيته بداخلها، وقام بفك القطعة الحديدية التي قام بوضعها داخل الجزء الدائري من هذه الآلة، ثم قام بجلب آلة أخرى بالشكل الذي تشاهدونه، وأيضا تم صنعها يدويا من قبل الشخص نفسه، ولهذه الآلة برغي كبير في طرفها، هو الرجل يقوم بتحريكه، ثم قام بتركيب هذه الآلة بالآلة الثانية الأخرى، وبعد أن قام بتثبيت الاثنتين مع بعضهما البعض، تحولتا إلى آلة ثني كاملة، ثم تم وضع القطع بداخل البرغي حتى يتم الوصول إلى الشكل المطلوب، وتم الوصول إلى الشكل الذي يشبه المفتاح الكبير. وهذه قطعة حديدية أخرى سيتم ثنيها، يتم هنا ثنيها بجانب البرغي الكبير ليتم ثنيها، وقام بالبدء بتثبيتها، وتم تثبيتها من الطرف الأول، وبدأ بالتحويل إلى الطرف الثاني ليتم ثنيها أيضا، وتم تحويلها من جميع الاتجاهات حتى تم تحويلها إلى شكل دائرة، وتم تعديل أطرافها. وهذه قطعة حديدية أخرى يتم تحضيرها للثاني أيضا، وهي قطعة مفرغة من الداخل، تم تثبيتها بجانب البرغي الكبير الخاص بالآلة، وثم تم البدء بثني القطعة الحديدية، ويستمر بثنيها من جميع الأطراف حتى الوصول إلى الشكل المطلوب.
وهنا تم فك البرغي الذي في الاسطوانة الثانية، وقام بنقله إلى الاسطوانة، وقام بتثبيته فيها عن طريق مفتاح البراغي والشاكوش، وتثبيت الصامولة الخاصة بها أسفل البرغي الكبير، وقام بجلب قطعة حديدية طويلة مفرغة من الداخل، وقام بأخذ قياساتها من جميع الجوانب، وقام بتثبيت هذه القطعة بجوانب البرغي الكبير الخاص بلالا حتى يتم ثنيها، وبعدها قام بتثبيت القطعة ثم البدء بثنيها باستخدام الآلة. وعندما يريد تحويل القطعة إلى الجانب الغير مثني يقوم بثني البرغي قليلا حتى يتم تمرير القطعة الحديدية بداخله، وبعدها يقوم بالضغط للتثبيت والبدء بالثني من الجانب الآخر مرة أخرى، ويتم الثني إلى حين الوصول إلى الشكل المطلوب والذي نريده.